بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا المقطع نكمل موضوع الـ Hypersensitivity. احنا في مقاطع سابقة تكلمنا عن two types of hypersensitivity, type 1 و type 2. وفي هذا المقطع نأخذ الـ type 3 hypersensitivity اللي هي تسمى بالـ immune complex hypersensitivity. الـ immune complexes أو المعقلات المناعية هذه الكومبلكسز تحدث بسبب تفاعل ما بين انتيجين وانتيبودي، وعادة تكون هذه الانتيجين انتيبودي كومبلكسز يحدث بشكل طبيعي كجزء من الادابتيف اميون ريسبونس او ما يسمى بالاستجابة المناعية التكيفية. وبشكل عام هذه الكومبلكسز تسهل عملية التخلص من الانتيجين بواسطة خلايا الفاجوسايتس والبلاد سيلز. لكن في بعض الحالات وجود أعداد كبيرة وشبكات من هذه الإميون كومبلكسز، وعندما تكون عملية إزالة هذه المعقدات المناعية غير فعالة، مما يؤدي إلى ترسبها في البلاد فيزلز والتشوز، وبالنتيجة يؤدي إلى تايب 3 هايبرسنسيتيفيتي ريأكشن اللي يسوي تشو دامج. فهذه الانتيجين انتي بودي كومبلكسز شلون تصير؟ لكل انتي بودي تو ريجنز تسمى بالفاب ريجن او فراجمنت انتيجين بايندينج اللي يرتبط بها بالانتيجين. ومعظم الانتيجينز تكون من نوع المالتي فالنت، ما يعني أنه يمكن ربطها بأكثر من أنتيبودي. فبالنتيجة أنه هذه السولبل أنتيجينز والأنتيبوديز ممكن أن تشكل معقدات كبيرة شبيهة بالشبكة. فهنا نشوف مثلا هذه الأنتيبوديز نشوفها مرتبطة بأكثر من أنتيجين، وأيضا الأنتيجين باعتباره مالتي فالنت فنشوفه مرتبط بأكثر من أنتيبودي. فإذا هذه المالتي فالنت أنتيجينز ممكن أن تسوي شبكات من الأنتيجين أنتيبودي كومبلكسز. والتايب 3 هايبرسنسيتيفيتي قد يكون لوكال رياكشن، يعني يكون موضعي أو محلي في مكان محدد من الجسم، كما في حالة الآثس رياكشن كمثال، أو قد يكون سيستميك رياكشن ومثال عليه حالة السيروم سيكنس. بالنسبة للآثس رياكشن، طبعا سمي هذا الرياكشن نسبة إلى دكتور آثس اللي وصف الحالة التالية، أنه إذا تم إعطاء animals أنتيجين بشكل متكرر repeatedly حتى يكون لديهم مستويات عالية من الـ IgG antibodies، وبعد ذلك يتم حقن الأنتيجين هذا الأنتيجين subcutaneously أو intradermally، فراح يصير أديمة وهيموريج intense أديمة وهيموريج يصلان إلى ذروتهما في غضون 3 to 6 hours. فإذا يمكن أن يحدث هذا الـ local hypersensitivity reaction اللي يسمى بالآثس reaction في السكن في الأفراد اللي هم sensitized لأنتيجين معين واللي يمتلكون IgG antibodies against هذا sensitizing antigen. فلذا يصير شنو؟ أنه عندما يتم حقن الأنتيجين في السكن، فإن الأجسام المضادة الـ IgG المنتشرة في السكن تشكل local immune complexes في هذه المنطقة، وهذه الـ immune complexes ترتبط بـ receptors بـ Fc receptors مثلا الـ Fc gamma receptor 3 على الخلايا mast cells والـ other white blood cells، مما يؤدي إلى توليد
استجابة التهابية محلية local وأيضا زيادة نفاذية الأوعية الدموية، وبالنتيجة أنه الفلويدز والسيلز وخاصة البوليمورف نيوكليا وايت بلاد سيلز تدخل في موقع الالتهاب من اللوكال بلاد فيزلز. وأيضا هذه الاميون كومبلكسز ممكن أن تعمل على تنشيط الكومبلمنت سيستم مما يؤدي إلى إنتاج الـ C5A، وهذا الـ C5A يعد مشاركاً رئيسياً في الـ Inflammatory Reaction لأنه يتفاعل مع الـ C5A Receptors على خلايا الـ White BCs لتنشيط هذه الخلايا وجذبها إلى موقع الالتهاب، وهذا يؤدي إلى Recruitment للـ White Blood Cells الحاملة لمستقبلات الـ C5A وتفعيلها، و يؤدي إلى الـ Tissue Injury وأيضا ما يؤدي أحيانا إلى Necrosis. وتم إثبات أن كلا الـ C5A والـ FC Gamma Receptor 3 مطلوبان لـ Experimental Induction of Arthrose Reaction في اللنج بواسطة الماكروفاجز الموجودة في جدران الألفيولاي، وربما تكون مطلوبة للتفاعل نفسه الذي تحدثه خلايا الماست سيلز في السكن والسينوفيال لايننج في المفاصل. وأحد المظاهر السرية للآرثروس ريأكشن هو حالة الهايبرسنسيتيفيتي نيومونايتس أو الألرجيك ألفيولايتس المرتبط باستنشاق الثيرموفيليك أكتينومايسيتيز التي تنمو في المواد النباتية مثل الهي كما في حالة الفارمرز لونج. وأيضا هناك العديد من الأمثلة على الهايبرسنسيتيفيتي نيومونايتس المتعلقة بالمهنة تسمى بالأكيوبيشن ريليتد هايبرسنسيتيفيتي نيومونايتس، مثلا حالة التشيز ووركرز لونج، الوود ووركرز لونج، والويت ميلرز لونج. ومعظم هذه الحالات ناتجة عن استنشاق بعض المايكرو أورجانيزمز سواء البكتيريا أو الفطريات التي تنمو على مواد معينة. أما بالنسبة للسيروم سيكنس اللي قلنا هذا هو نوع اللي يكون بـ systemic reaction، فسمي هذا المرض بهذا الاسم لأنه يتبع في كثير من الأحيان إعطاء therapeutic horse antiserum. فسابقا في عصر ما قبل المضادات الحيوية كان السيروم المصنع عن طريق immunizing horses بـ Streptococcus pneumoniae يستخدم غالبا لعلاج حالات الـ Streptococcal pneumonia. وأيضا هذا السيروم سيكنس ممكن أن يحدث بالطريقة نفسها باستخدام الأنتي فينين اللي هو سيروم أيضا من الهورسز اللي immunized ب snake venoms. إذن هذا الأنتي فينين هو سيروم من horses immunized ب snake venoms، ويستخدم اليوم كمصدر لneutralizing antibodies لعلاج الأشخاص الذين يعانون من bites of poisonous snakes. أيضا بعض الأدوية مثل البنسلينز ممكن أن تؤدي أيضا إلى هذا النوع من التفاعل. فاللي يصير في هذه الحالة أنه عندما يتفاعل الأنتيجي مع الأنتيبودي ويكون هذه الأنتيجي الأنتيبودي كومبلكسز في البلد، فهذه الكومبلكسز ترتبط بواسطة ريسبتورز FC ريسبتورز على خلايا الماس سيلز النيوتروفيلز والماكروفاجز، وهذا يؤدي إلى release the vasoactive mediators and inflammatory cytokines
وهذا يؤدي إلى increase بال permeability of blood vessel walls. وبالنتيجة هذه الانتيجين انتيبودي كومبلكسز move to tissues وتؤدي إلى localized inflammation. وأيضا هذه الانتيجين انتيبودي كومبلكسز تؤدي إلى complement activation أو complement fixation. وهذا الاكتيفيشن للكومبلمنت يؤدي إلى إنتاج الأنافيلاتوكسينز كالC3A والC5A. وهذني الأنافيلاتوكسينز تؤدي إلى أتراكشن وجذب للنيوتروفيلز والماكروفاجز. وهذني أيضا راح تحفز عن طريق الارتباط بواسطة الـ Fc receptors مع أيضا الـ antigen antibody complexes وراح تتحفز، وبالنتيجة راح تحفز pro-inflammatory cytokines و chemokines و prostaglandines and proteases. وبالنتيجة هذه الـ proteases digest the basement membrane proteins elastin and cartilage. وأيضا الـ neutrophils release free oxygen radicals which cause further tissue damage. والـ neutrophils أيضا release enzymes that destroy the endothelium. وأيضا هذه الـ antigen antibody complexes interact with platelets وتؤدي بالنتيجة إلى إنتاج tiny clots. فهذه اللي يصير في ال type 3 hypersensitivity reaction في حالة ال systemic reaction. ويمكن أن يؤدي توسب هذه ال immune complexes في الأنسجة إلى ظهور أعراض مثل fever, urticaria و أرثرالجيا وتضخم العقد اللمفاوية وبروتين in urine. وتحدث هذه الأعراض خلال أيام قليلة إلى أسبوعين بعد حقن الفورين سيروم أو بعض الأدوية. ويشار إلى الالتهاب الناتج باسم vasculitis إذا حدث في blood vessels أو glomerulonephritis إذا حدث في الكيدنيز أو الأرثرايتس إذا حدث في الجوينتس المفاصل. في الأوتوميون ديزوردرز قد تثير الأوتو أنتيجينز أو السيلف أنتيجينز الأجسام المضادة التي ترتبط بالأورغانز أنتيجينز أو تترسب في الأورغانز ككومبلكسز وخاصة في المفاصل أو الكيدنيز أو الأوعية الدموية. وكأمثلة على diseases with immune complex deposition أكو مرض الـ systemic lupus erythematosus الـ SLE والـ IgA nephropathy وحالة الـ rheumatoid arthritis. وأيضا أنواع مختلفة من الفاسكولايتس various types of vasculitis. وأيضا حالة الـ post-streptococcal glomerulonephritis. وبهذا نكون قد تكلمنا بشكل مختصر عن الـ type 3 hypersensitivity وأنواعه، ونحاول في مقطع آخر أنه نتكلم عن الـ type 4 hypersensitivity.